حد مش ما تمشي انت يا اسماعيل 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 هون يا اسماعيل اسماعيل ده مش مهم يا جدعان يا جدعان يا جدعان الله يحفظك نجاح يجمعونا معاهم يا طلعنا بقى لا يجمعونا معاهم يا حاج يا جماعه كلها بعزكم نشكر مصر كلها امبارح طبعا هو في حاله زي ما انتم شايفين فعزكم تساعدونا لو سمحتوا لسه احنا بنبتدي بص يا راجل كده غلط يا ريس هو كده يا جماعه انا عايز يا جدعان عشان بعد اذنكم عشان ما نساعدش حد بعد اذنكم انا مش شايف ان انا بقول لك 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 انا بقول
خلاص. ايه هنا رايح هطوف هنا يا جماعه طوفوا هنا ولا نقف هنا كده الحمراء دول اللي كان بص اللي هتتابع الناس اللي كان طوفوا هنا انت واقف هنا واخد اعزاز اعلاميين واللي مش اعلامي واللي بيصور كده واللي كان داخل يا ابني لا والله غالي عايز هيشتغل تعال لا من هنا عايزين نمشي من هنا عايز ما نقول لك تعال بعد اذنك ارجع ورا عشان ما ناخدش كلمة من حد انا صعب بتكلم طب انا صعب بتكلم طيب ارجع ورا شويه هنبدا القران صحافه احنا بنناس دي ممكن ناخد واجب العسى يا جماعه الاول ممكن ناخد واجب بس العسى وبعد كده نبقى نصور وبعد كده نعمل اللي احنا عايزينه انا بكلمكم معلش احنا اسفين بس الناس بس يا عشان حد يقول علينا ان احنا بنتنك او بنزعل على حد قول نبدا القران عشان الناس تبدا تخش العزاء توكل على الله خلي الشيخ يبدا حسام يلا خلي الشيخ يلا اشتغل حسام قبل الناس جوه مش عارف قبل الناس جوه قاعد الناس جوه اللي عامل واقف كده عيب يا شباب انت عيب الله يسعدكم جميعا وتقبل الله عزاءكم ارجو من الجميع الجلوس السلام البيوت الكرام ارجو الساد الحضور يا ساده تعالوا كده اهو ورا اهو قبل ان نبدا قراءه الفاتحه نعوذ سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والى الروح ربع اسماعيل بيسيا الفاتحه لا كده الدنيا يلا يا سادة ورا واحنا الصف يلا بعد كده اهو تعالوا ورا بقى اهو كراسي بقى يا جدعان يلا يا جماعه بعد كده شباب تعالوا ورا اهو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبسم الله عدد أحرفها 19 حرفا كل حرف يرد عن قائلها بابا من أبواب الجنة القائل فيها الحمد جل وعلا عليها 19 بسم الله Yeah.